من النائب طارق الخولي. الأول مشروع القانون اللي حضرتك قدمته، ليه ما كانش فيه اختصاصات محددة لنائب المحافظ؟ يمكن في البداية طبعا بشكر حضراتكم على الاستضافة الكريمة وعلى المقدمة المهمة اللي لخصت كثير من ووضعت أساس لحديثنا يعني في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة. يمكن انطلاقا من مسؤوليتي، وأنا انتخبت في كوتة الشباب في هذا البرلمان، وبالتالي كان تركيزي هي على قضايا الشباب ودعم الشباب. وكان القرار الأخير من السيد رئيس الجمهورية باختيار عدد من الشباب كنواب للمحافظين كانت خطوة بالنسبة لي هامة في دعم الشباب في مختلف السلطات والمسؤوليات. عظيم. فبالتالي من هنا تنبهت، وأنا في الأساس عضو في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولدي عدد من الزملاء في التنسيقية تولوا كنواب للمحافظين، بالتالي كنت قريب من المشاكل اللي تعرضوا ليها في بداية العمل. بعضهم بيعمل في وظائف حكومية وبالتالي هو لسه في مقتبل عمره، ولو تولى المسؤولية أتمنى إن شاء الله ربنا يوفقهم، لكن لو افترضنا أنه تولى المسؤولية سنة واحدة فالنهاردة بعد انتهاء هذه السنة هيلاقي نفسه يعني في حالة ضياع، هو فقد وظيفته كمان، فالمسألة هتبقى صعبة جدا. معلش عشان السادة المشاهدين بس عايزين يفهموا، يعني أنا عايزك حضرتك توضح يعني ليه هو الشخص محتاج قانون أو مشروع قانون علشان يرجع وظيفته مرة تانية؟ لأنه نائب المحافظ عندما يعني يتولى هذه المسؤولية هو بيتم عزله من وظيفته الحكومية لأنه تولى مسؤولية أخرى، وبالتالي هو لم يعد متفرغا لهذه الوظيفة. السبب. لكن ليه محتاج ده علشان يحصل ده؟ لأن كل حاجة في بلدنا بتنظم بقوانين، يعني النهاردة عضو مجلس النواب لو شاب وعنده وظيفة لازم قانون مجلس النواب يقول إن يرجع وظيفته، قانون مجلس النواب بيقر بإنه عضو مجلس النواب كان شاب كان كبير بيرجع وظيفته مرة أخرى مع انتهاء عضوية مجلس النواب، فده جزء من العدالة إنه ده كمان يكون موجود بالنسبة لنواب المحافظين بالذات من الشباب، إن يكون عندهم نفس القرار الحمائي إن احنا نعمل لهم مظلة حمائية بإن هو يعود إلى عمله مرة أخرى، لأنه ده أولاً ده كان منصب مستحدث يعني لم يتم التعامل معه، لأنه أولاً هيكون ده جزء من جذبه، هو ما حطوش في حالة التردد ما بين قبول مسؤولية نائب المحافظ وما بين إنه هيفقد وظيفته، دي يعني دي حاجة نفسية صعبة جداً على ناس جداً لسه بتكون حياتها وبتكون بيوتها كمان صحيح. فبالتالي إن أنا النهاردة لا ما بحطوش في هذا الخيار، لا أنا بدعمه إن أنت اقبل المسؤولية لو جات لك وتحمل هذه المسؤولية، لأنه يعني لو هو ما تحملش هذه المسؤولية يبقى احنا التجربة اللي كلنا بندعم فيها ان الشباب يتولوا ويتواجدوا هتفشل وهتتراجع. صحيح. واحنا قدام اختبار حقيقي، عشان كده دايما بقول لزمايلي سواء كانوا في السلطة التنفيذية او التشريعية احنا كل هذا الجيل اللي كان عنده فرصة عشان يتولى امر يجب انه يجيد فيه بمنتهى القوة وبمنتهى العزم، لانه احنا كلنا في الاختبار. عظيم. على ضوء ده انا برضو هترجم الكلام اللي حضرتك قلته، سيادة النائب لما تقدم بمشروع القانون قصد يقول، ودي المادة الأولى اللي بتقول، إذا كان النائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه، ده بقى الدعم اللي قدمه البرلمان فعلا لنواب المحافظين، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة. ده الجزء الإيجابي بالزبط. جدا. برضو هسألك سؤال تاني، اختصاصات نائب المحافظ هل متعلقة بقانون الإدارة المحلية؟ هي طبعا متعلقة بقانون الإدارة المحلية، إضافة لده أن أنا كنت مهموم أن نعالج وضع قائم أن احنا نحافظ على الوظيفة، ما حبيتش أمد إلى اختصاصات المحافظة، دي مسألة فيها تعددية في الآراء كثير ومحل جدل. في ناس بتجد أنه لا أنا ملزمش المحافظ بأنه يضع اختصاصات واضحة وأن كل محافظة ليها مشاكلها اللي المحافظ هيكلف بيها النائب بتاعه أن يتولى بعض الملفات. صحيح. فهي تكون غير ملزمة. الحقيقة من خلال مناقشاتنا في لجنة الإدارة المحلية أنا اقترحت أن احنا ممكن نلزم المحافظ بأنه يضع اختصاصات واضحة، بس إيه هي؟ ما نلزموش ايه هي، لكن يبقى في اختصاصات واضحه. لكن وجدنا ان ده برضه هيروح لمراحل جدل وده ممكن ياخر القانون. طيب.